يقول لك القيصر وابو الزاغه وابو سنين اعلان استنفار عند ابو سنين. اي نعم. الخميني يقول تسكير ملفات الليله. اللي بيحب ابو سنيني واللي شوف شوف علي احنا الرسميات هون فش عنا. اللي بيحبنا بشاركنا. ولا اللي بيحبنا بشاركنا. اللي بيحبناش بروح من هسه. بدنا طلب خاص من كل الحبايب. وقفوا معانا وقفوا معانا كل الحبايب كل الحبايب كل الحبايب. يلا يابا قيصر فجر. يقول لك الحكي ببلاش والفعل بالغرامات الذهب يابا. يلا فجر. اعلان استنفار يا زغا. يلا 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 يا بكي لهم غنالي وما قدروا يومي وصلوني خمسة وستة وسبعة وعشرة كلهم غنولي يلي حافظ نول احنين عالفن يحجولي وانا مش قلتي يا ابو سنيني ما اضب لساني ولع ادعس اكاذيبة. ولي والله عيب تسالف من ورانا وبوجهك شارب صير زلمة واحجب وجهي وكبر يا عايم يا المش قد الخميني ليش تتحارب مدام ابن الزاغة معنا اسود الليالي ولع يا بلعوة قل. يلا 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 احرسك يا ابو سنينة غني الليالي واعد شرفنا ابو ليلة غني سبع ليالي صيتك يا ابو سنينة ويصل بالعالي مدام الخميني معنا احنا الاسباعي ولع قيصر انتهى ابو العوي فجر. ولا جوي 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 هذا يقول لك الزغا شنو هاي يلا 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 جوا الوضع والعيني جينا الوضع والعيني جينا العيون ابو سنيني اوالي عليك إيه جوا القلب والعيني حي رب ابو سنيني يلا 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 واللي يحب ابو سنيني يرفع ايده بالعالي نعم واللي يحب ابو سنيني يرفع ايده بالعالي القذيف يابا سيطر على الوضع يلا 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 يا كذيفي يا مجنون ظلك سيطر على الزبون يا كذيفي يا مجنون ظلك سيطر على الزبون عمرك شفت عتركية يقول لك الشهر الجاي الخميني والزغا عتركية يابا منبارك لأخونا القذيفي اسطرة نص اسطنبول طبعا انا وزاغه لما كنا باسطنبول كنا قاعدين بأملاك القذيفه مبروك يا قذيفه سمعونا كيف لعيون القذيفه يلا اسمع ولي اذا الهيبه بيسبكم هيبتكم على رجلي نعم إذا الهيبة بيسمكم هيبتكم على رجلي يعني طاقم الطيبات الزعمات إيه والوضع بدو بنيات لكو كتيل الطيبات دولة الخميني
والوضع بده بنيان لك كتيله طيبان. اويلي شنو هاي؟ ايه نضرب له على الباغه الله وعيونه ساغه. نضرب له ألف باغة الله وعيون الساغة. الأول فلسطيني يعني اللي اسمه الخميني. هذا الحكي يما الدنيا شو سقعة صوت الأمدي 09 اسمع ابو سنيني. وين ابو سنيني؟ ولي يا ابو سنيني جوا الساحات سمعني صوت المطران. الشباب اللي على المنصه الله يرضى عليكم الشباب عشان الوزن عشان الوزن. يلا شباب 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 يلا روح يلا قيصر يلا روح ولي عليك ولع الله وعيون الزاقة وعيون المغربي الرزانة. غبيبة ولي الخوف رج في الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العلم من نحكي ما حد كافو يسكتنا. يلا صوت الخوف يرج واحنا سكت العالم كثيفة ما حد كافو يسكتنا. ادي لك يا قبلي اسمع 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 شو يقول اسمع 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 القذيف ايش يقول. كل الشباب اللي معانا زبيننا وحبايبنا كل الشباب ولي خلي الدنيا تلويني بسنيني يا بسنيني من دار ربونا وجدنا ولا عشاجة عد ربنا. ايوه يابا خلي الدنيا تلاوينا ما حد يقدر علينا من دار ابونا وجدنا والعشا جاعت ربينا. ولد من البحر الى النهر الزباين كلها للقذيفي. ايه الفرح يلباقي لنا والقذيفي بيسألنا اسأل يا ابو سنيني نص الخريطة لك إلنا. ايه اسمع يلا قيصر يا قذيفة يا قذيفة من البحر للنهر يا بار. وليه شو يعني جماله مين مفكر حاله انا عندي بالمحل ما بحط شغالة شغالة. الله لا يوفقك يا قذيفي يا ابو السريه. طيب 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 ودروبه اللي بتمسيها قلبي بمشي عليها عليها على الخليل لو رحت جنه بتسويها. اسمع ولي قالت لي مشغولي عم تعمل دبولي مفكري حالها عند ابو سنيني انجلينا جولي جولي. يلا يلا يا حلوة ويا نونة احا لون الورد لونة جننت كل هاي الناس انا صاير اعوينا. اسمع 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 ابو سنيني وينك على هادي على هادي على هادي. ابو سنيني ضرب ترند قبل فتره على هادي على هادي على هادي. بقول لك والله لا احرق العشيره
هذا طبق مثل ابو ليلى شو يقول؟ اسمع خميني، الخميني بيعرف القصه. وليه لحرق العاشيره ان راحت لغيره، لنزل على المخيم اما يا طويله. جوا القلب والعيني والاول مو الاثنيني، اسم الزعيم يبقى الاول اسمه الخميني.